بعد 7 أيام على ضبط 20 طنا من مادة نترات الأمونيوم في منطقة بدنير البقاعية، تم ترك عدد من الموقوفين بإشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، وهم غالب الصلح بن مالك الشحنة، خالد الحجيري، مهدي السحاب، محمود درويش، وإبراهيم الشمالي العاملين في مؤسسة الصلح. ولا يزال أبرز المتهمين في هذا الملف موقوفين، وهم سعد الله الصلح مالك شحنة النترات المضبوطة وصاحب مؤسسة أسمدة زراعية، أحمد الزين مدير المشتريات في مستودع الصلح في بلدة إعات، مارون الصقر الذي يتعاطى استيراد وبيع الأسمدة الزراعية، والمتهم من قبل الصلح والزين أنه هو من باعهم النترات. قد يكون سعد الله الصلح مش قادر يقول من وين جيب هيدي النترات، فالأهين يقول أنه جايبها من تاجر لبناني في علاقة تجارية قديمة هو وياه، وفي فواتير بين بعضهم، وفي مبالغ مالية طائلة تدفع كانت من قبل سعد الله لمارون. يعني كان بركي يعتبرها أهين أنه يقول من عند مارون، لأنه مش قادر يفصح عن المصدر اللي جايبه من عنده. التحقيق مستمر مع الصلح والزين والصقر من قبل مخابرات الجيش التي وضعت يدها على الملف بعد فرع المعلومات، وقد أجرى الجيش مواجهة بينهم بحيث أصر الصلح والزين على اتهامه، ومن جهته أكد الصقر نفيه للموضوع. مارون نفى بشكل تام كليا، ونحن عندنا ثقة بالتحقيق اللي عم بيصير بمديرية المخابرات بفرع التحقيق بالمديرية اللي عم يعمل هالتحقيق. بعد إفادة سعد الله وابنه وأحمد زين بهالخصوص، المديرية عملت تحقيقاتها كلها سوا، استمعت لإفادات عدد كتير من العمال والموظفين عند مارون أو عند سعد الله، تم دهم مستودعات كلها العائدة لمارون، يؤخذ عينات من المواد المتبقية، يعني في مواد بعدها معلقة على الحيطان أو على الأرض، تم أخذ عينات منها كلها سوا وتم فحصها. ما بين بوجود نترات الأمونيوم بهذه العينة. مدة الاحتجاز الاحتياطي حسب القانون هي مدة 48 ساعة قابلة للتجديد مرة أخرى. صار في تخطي لهذه المادة، يعني لهذه المدة، يفترض يعني نهار التنين يكون يختم التحقيق ويحال ملف إلى القضاء المختص. وفي هذا الإطار سرب تسجيل لاتصال جرى بين السائق سعد الله الصلح ومارون الصقر قبل ساعات من توقيفه، وفي هذا التسجيل يعترض الصقر على توريطه في هذا الملف. حكاني امبارح بعد الظهر التليفون، هذا التليفون قال لي انا حطيت لك اسمك لانه بدك تبعث لي فاتوره هاي طالعه 29% زراعيه، وانا ما بدي لحتى اقول انه انا جايبها من لبنان، جايبها من التجار اللبنانيين. قلت له مين طلب منك تحط اسمي؟ شو دخلني انا بالموضوع؟ ها؟ ما هو اللي فايتين على باب الملف اللي قربوا عليك ملفك بس. ايه. باب الملف شو قال لي ملف اول ملفات الثانية ما طلعوا فيها بس ملفك اخذوه، بدي يكون حكاك بناء على الشيء هذا. ايه، ما هو بيشتري من عندي اسمدة. ايه بيشتري اسمدة من عندك. يلا خايف خايف خايف. بيشتري من عندي اسمدة بيروح بيحط لي اسمي يعني؟ يعني بيضرني بيخرب لي بيتي يعني انا يعني بيخرب لي بيتي اذا اخترب بيته بيخفي علي بيخرب لي بيتي يعني اكيد ما بيقصد يخرب لك بيتك. وبعدما جاءت نتيجة فحوصات فرع المعلومات تؤكد أن عينة النترات تبلغ نسبة الأزوت فيها 34.7%، عاد الجيش وأرسل عينة إلى الفحص مجددا في أحد المختبرات الموثوقة منه، ومن المتوقع أن تصدر النتيجة في الساعات القليلة المقبلة. وصدرت مديرية الجيش عددا من أجهزة الكمبيوتر في مكاتب الصقر وبدأت بإجراء عمليات فحص للملفات الموجودة عليها.